الفيديو بسم الله الرحمن الرحيم، الفيديو الثالث في الشغل بنحل فيه ثالثا تمارين على القوة المتغيرة. ده صفحة 313. يتحرك جسم، احنا بنحل فردي يبقى واحد ثالثا صفحة 313. يتحرك جسم في خط مستقيم تحت تأثير القوة قاف نيوتن، حيث قاف تساوي، ما كتبش علامة المتجه، قاف تساوي 4/10 ف، ف مقاسة بالمتر. احسب الشغل المبذول من 0 لـ10 زي ما احنا اتفقنا. اذا كانت هي دالة متغيرة مع ف يبقى الشغل كان بيساوي التكامل لقاف دال ف. من 0 لكام؟ لـ10. يبقى هيساوي تكامل من 0 لـ10 لكام بقى؟ لـ4/10 ف دال ف. والموضوع عادي بقى، زود على الأس واحد واقسم على الأس الجديد، يبقى هتساوي 2/10 ف تربيع ف تربيع، وهتعوض منين؟ من 0 لـ10، تعوضت الـ10 هيبقى 100 100 في 2/10 تبقى بتساوي 20 جول، لأن تعوضت الصفر بصفر. طب عايز الشغل المبذول من 1 لـ5 يبقى هيساوي التكامل من 1 لـ5 لقاف دال ف، هيساوي التكامل من 1 لـ5 لـ4/10 ف دال ف، هتساوي 2/10 ف تربيع، والتعويض من 1 لـ5، تعوضت الـ5 هتبقى 25 في 2/10، ادي 2/10 في 5 تربيع ناقص 2/10 في 1 تربيع، والناتج طالع بالجول اللي هو طالع كام؟ 4.8 جول. رقم 3، أثرت قوة متغيرة قاف مقاسة بالضاين على جسيم، بالضاين على جسيم، حيث قاف تعطى بالعلاقة هذه مع قاف، برضو ما حطش علامة المتجه، بتساوي 4 ف تكعيب ناقص 2 ف زائد 1، دي متقاسة بالايه؟ بالضاين. ده قاف. أوجد الشغل المبذول من القوة في الفترة من 0 لـ4 والإزاحة بالسنتي، يبقى الشغل هيساوي التكامل المحدود. هو عايز من كام لكام؟ من 0 لـ4، يبقى من 0 لـ4 لـ4 ف تكعيب ناقص 2 ف زائد 1 دال ف، هيساوي زود على الأس واحد واقسم على الأس الجديد، يبقى ف أس 4 على 4 ضعيفة الـ4 ناقص 2 ف تربيع على 2 تبقى ف تربيع زائد ف، والتعويض منين لفين؟ من 0 لـ4 يبقى، ويطلع الناتج 244 قرش. ليه قرش؟ لأن وحدة القياس واحدة صغيرة. 5، يتحرك جسم في خط مستقيم تحت تأثير قوة موازية للمستقيم، حيث قاف تساوي ف جذر ف تربيع زائد 9، حيث ف وبعد الجسم عن نقطة ثابتة واو على مستقيم. أوجد الشغل المبذول من هذه القوة لتحريك الجسم من نقطة واو إلى نقطة ف.
من نقطة واو لنقطة ف، ودي نقطة ثابتة، فأنا أعتبرها إن الشغل هيساوي تكامل من صفر، من صفر لكام؟ من صفر لأربعة لف جذر ف تربيع زائد 9 د ف، يبقى بيساوي تكامل من صفر لأربعة ف و ف تربيع زائد 9 الكل أس كام؟ نص د ف. اللي بره مشتقة اللي جوه، أو ناقصها ايه؟ ناقصها ان احنا نحط 2 ناقصها ان احنا نحط هنا 2 وبره كام؟ نص، ونزود على الأس 1 ونقسم على الأس الجديد، يبقى ف تربيع زائد 9 لكل أس 3 على 2 على 3 على 2، ونعوض منين لفين؟ من صفر لكام؟ لأربعة، تساوي من صفر لأربعة تساوي تعويضة الأربعة، أدي الأول بره 2 على 3، تعويضة الأربعة هتبقى 4 تربيع زائد 9 كل أس 3 على 2 ناقص 2 على 3، تعويضة الصفر هتبقى 0 تربيع بصفر، هيبقى لي 9 أس كام؟ 3 على 2. طبعا هنا دول 16، 25 جذرهم 5 تكعبهم 125، يبقى هتبقى 250 على 3 ناقص 3 تربيع 27، 54، 54 على 3 يبقى 14 6 على 3، 5 يبقى 5 يبقى 190 على 3، 19 على 3، هل الكلام مظبوط ولا؟ 32 و2 على 3. تبقى 16، 25 جذرها 5، 5 تكعيب 125 في 2 ب 250 على 3 ناقص ادي 2 على 3، ما حطينا الصفر، صفر يبقى 3 تكعبها 27، 27 في 2 ب 54 يبقى 54 على 3، 14 6، 5 19، نص، يبقى دي هتبقى على كام؟ على 6، يبقى 32 فعلا، واتنين على 3، ووحدة القياس وحدة شغل. دي كانت رقم 5. مسألة رقم 7، يتحرك جسم في خط مستقيم بتأثير قوة موازية لهذا المستقيم، قاف تساوي ألف ف أس 4 زائد 5 وعلى بعد نقطة ثابتة، فإذا كان الشغل المبذول من هذه القوة لتحريك الجسم من واو إلى ف تساوي 1، خلينا نجيبها 7، قاف ألف ف أس 4 زائد 5، الشغل من 0
هنا من 0 لـ1 يساوي 15، أوجد مقدار الشغل اللازم الذي تسلبه نفس القوة، عايزها من 1 لـ4. طبعا الحصة بتتسجل والساعة 8 إلا 10 الصبح وما نمتش، فصوت المتاوبة دي من كده. من 1 لكام؟ من 1 لـ5. من 0 لـ1 كان الشغل بيساوي 15. يعني معنى كده ان التكامل المحدود من 0 لـ1 لألف ف أس 4 زائد 5 د ف هيساوي 15. ف أس 5 على 5 زائد 5 ف، والتعويضة من 0 لـ1 يساوي 15. تعويضة اللي فوق اللي هي تعويضة الواحد هتبقى ألف على 5 زائد 5، تعويضة الصفر خلاص بصفر تساوي 15، يبقى ألف على 5 بتساوي 10، يبقى الألف بتساوي كام؟ 50. ألف بتساوي، بسم الله، عايز ألف وعايز الشغل اللازم من 1 لـ4، يبقى عايز الشغل من كام؟ من 1 لـ4 لـ50 ف، 50 ف أس 4 زائد 5 ده الف، يبقى بتساوي 50 على 4 ف أس 5. تعويضت ولا حاجة؟ بقى ف أس 5 زائد 5 ف، والتعويض منين؟ من 1 لـ4، تعويضة الـ4 50 على 4، فأربعة أس 5 زائد 5 في 4 ناقص تعويضة الـ1، يبقى 50 على 4 زائد 5 تساوي، والنتيجة إن شاء الله يطلع مظبوط. دي هتروح مع دي، يبقى لي 4 أس 4 200 ولا كام؟ 512 ولا 256؟ 256 في 50 ناقص، كمل انت بقى الناتج، هو هنا طالع 10245 وحدة شغل. دي رقم 7. رقم 9، يتحرك جسم في خط مستقيم بتأثير قوة توازي المستقيم ومقدارها يتناسب، يبقى في 9 مقدار القوة يتناسب مع مكعب بعده، يعني مع فيه تكعيب. فإذا كان الشغل المبذول من واو إلى نقطة تبعد 2 متر يساوي، يعني التكامل من 0 لـ2 لمين؟ لقاف د ف يساوي 32 وحدة شغل. فأوجد الشغل اللازم لتحريكه من واو لـ5، يعني من 0 لـ5 قاف د ف، ده المطلوب. طبعا انت عندك قاف تتناسب عكسي، معنى كده ان زي ما كنا بنقول، زي بتوع الفيزياء ما بيقولوا، قاف تساوي ثابت في مين؟ في تكعيب. يبقى التكامل بتاع دي هيطلع ك ف أس 4 على 4، التعويض من 0 لـ2 بـ32، يبقى ك على 4 في 2 أس 4، وتعوضت الصفر راحت، يبقى 32. 2 أس 4 ادي كده كام؟ 16 مع 4 يبقى 4 كاف بتساوي 32، يبقى الك
كاف بتساوي كام؟ 8. يبقى التكامل هنا من 0 لـ 5 لكام بقى؟ كاف ب8 نحطها، يبقى 8 ف د ف تساوي 8 ف تربيع على 2. التعويض هيتم من 0 لـ 5 بيساوي تعويضة الـ5 دول كده بـ4 في 5 تربيع، 25. 25 بكام؟ تحريك الجسم من 3 مع المكعب، مع المكعب فيه دي فيه ايه بقى؟ فيه تكعيب، فيه تكعيب، يبقى هنزود على الأسط 1 ونقسم مع الأسط الجديد، تبقى أسط 4 على 4، دي تروح مع دي، يبقى هتبقى 2 2 فيه أسط كام؟ أسط 4، 5 أسط 4، أدي 625 في 2 بـ1250. مسألة رقم 11، الشكل المقابع يوضح العلاقة بين القوة التي يؤثر بها الطفل أفقيا على صندوق كتلته والإزاحة في اتجاه القوة. احسب الشغل المبذول من 0، من الرسمة طبعا، مساحات، طالما رسمة يبقى الشغل من كام بقى؟ من 0 لـ 8، من 0 لـ 8 قاف د ف بيساوي المساحة للمثلث اللي هي بتساوي نص في القاعدة 8 في الارتفاع كام؟ 10. نص في 8 × 10 بـ40 جول. الشغل من 8 لـ 12، من 8 لـ 12 ده هيبقى قاف د ف هيساوي المساحة، هيساوي نص في من 8 لـ 12 4، في الارتفاع 10 يبقى هتساوي كام؟ 20 ولا 30؟ 20 جول. دي رقم 11. رقم 13، رقم 13 الشكل المقابل يوضح تأثير قوة متغيرة. احسب الشغل المبذول بالقرش عندما يتحرك، عندما يتحرك من كام بقى؟ من 0 لـ 8 قاف د ف هتساوي المساحة تساوي من 0 لـ 8 يبقى نص في 8 في الارتفاع اللي هو 12، 4 × 12 بـ48 قرش لقرش، وحدة القياس صغيرة. شين هنا عندي من 8 لـ 12، اقول له ده اسفل المنحنى او اسفل محور السينات، اسف، يبقى من 8 لـ 12 قاف د ف بس هتساوي المساحة، بس هيتحط قبلها ايه؟ سالب، سالب القاعدة بـ4 والارتفاع بـ6، 2 × 6 بكام؟ بـ12، بس هتبقى سالب 12 قرش. شين هتساوي من 0 لـ 12، من 0 لـ 12، من 0 لـ 12 لقاف د ف هيساوي مجموع المساحتين 48 + سالب 12 يبقى هيساوي 36 قرش، لان احنا اتفقنا ان انا وانا بشرح ان لو كان المنحنى اسفل منحنى السينات اللي هو بيمثل ف هيتحط للإزاحة بالسالب. 14، الشكل المقابل يمثل تأثير قوة، قوة قاف على سيارات أطفال تسير في خط موازي لمحور السينات. ماشي، احسب الشغل المبذول. خلاص يا جماعة، من 0 لـ 3 يبقى في 14 ولا 15؟ في 15، مش قادر. 15،
بس يعني لو احنا كنا بصينا على 14 طالما عيننا جاتنا عليها يبقى من 0 لـ3 مساحة شبه منحرف أو مساحة مثلث في مستطيل. مساحة المثلث 1/2 × 2، مساحة المستطيل 1/2، واجمعهم الاتنين على بعض. طب من 3 لـ4 هتساوي 0، من 4 لـ7 هتساوي المساحة بس بالسالب، من 2 لـ7، من 2 لـ7 يبقى هتحسبها من 2 لـ3، ومن 4 لكام؟ لـ6، لأن 7 دي بكام؟ بصفر، لأن هو آخر الحسابات عندي 6. حافظ مجموع مساحة شبه المنحرف مجموع القاعدتين المتوازيتين على 2 في الارتفاع، وحقيقي مش قادر، فاضطر ان انا اقفل الفيديو والمسألتين دول معاك في الواجب، وقفوا نبقى نحلهم سوا. سلام عليكم.